نروح للتعليم، ولما بنتكلم في التعليم بنتكلم في التربية والتعليم. طب ينفع أكون مزور وأنا بشتغل في التربية والتعليم؟ وبزور إيه؟ ده أنا بزور شهادة البكالوريوس أو اللسانس. يعني إيه اللسانس بتاعي يبقى مزور؟ يعني إيه البكالوريوس بتاعي يبقى مزور؟ وأعمل تسوية، خلي بالك ده أنا ممكن أعمل تسوية. عارف يعني إيه تسوية الأول؟ يعني بتاخد الدرجة الوظيفية الأعلى لو أنت حاصل مثلا على دبلوم وجبت شهادة بكالوريوس. طبعا مش بسهولة ان انت تساوي، بدليل ان في واحد دلوقتي وكيل ادارة مش عارف يساوي المؤهل بتاعه اذا اعتبرناه مؤهل عاليا. ايه اللي حاصل؟ الحاصل ان تواردت كده انباء لوكيل وزارة التعليم بالجيزة الاستاذ خالد الحجازي، قالوا له ان في بعض الموظفين ضاربين شهادات، بقت موضة ضرب الشهادات دي. لا انا عايز اللي قبليها، انا عايز الشهادة نفسها، هات لي الشهادة كده نفسها. لا الشهادة، الشهادة ايوه دي شهاده مؤقته. قولي بقى دي كده كليه ايه؟ كليه الايه؟ التربيه. تشهد كليه التربيه ان فلان الفلاني، احنا شايلين اسمه مش عشانه والله، بس عشان ولاده، بس عشان ولاده وعشان المجتمع المحيط بيه بس مش اكتر يعني، وده ضميرنا المهني ليس اكثر ولا اقل. انما احنا من حقنا ننشر لان دي مستندات رسميه انه حاصل على كذا 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 كذا، شعبه كذا، بتقدير كذا، سنه كذا. الشهاده دي دفعه كام يا جماعه؟ 2000 وكام؟ 2004. تخيل حضرتك، ولا 2000 وكام؟ 2002 وهو سوى 2004. مظبوط، هو الشهاده دي مفروض ان هي 2002 وهو سوى 2004. فلما قالوا فلان الفلاني ده ما حصلش على الشهاده، فتحوا الملف بتاعه لقوا الشهاده دي. مفروض خلاص كده دي شهاده هي معتمده وختم والنسر والصقر قدامك الاثنين بيلعبوا مع بعض. كان قرار خالد حجازي وجهز بالمستند الثاني بتشكيل لجنه من المتابعه الخاصه بمكتب مدير المديريه للوقوف على صحه هذه الشهاده، اجراء قانوني في النهايه. كلف مين بقى؟ كلف حد مشهود له بالكفاءه في المتابعه، الاستاذ ناصر ابو هوله، اللي راح في ماموريه خاصه لجامعه عين شمس. يا جامعه عين شمس الشهاده دي طالعه من عندكم ولها اصل؟ قالوا له حاضر يا استاذ ناصر. فتحوا الملفات، طلع المستند المتقدم ده والافاده من جامعه عين شمس بتقول ان هذا المستند لم يصدر منها ولا يوجد اصل لهذه الشهاده المقدمه من فلان والحاصله بدرجه فلان لدرجه كذا او درجه بكالوريوس التربيه. تحيه طبعا للقيام بهذه الماموريه، تحية للي فعلا قدر يوصل للب الموضوع، المتابع الهمام الأستاذ ناصر اللي فعلا بذل المجهود حتى يصل إلى هذه الحقيقة المقدمة أمامكم التي لا تقبل تكذيب ولا تقبل أي خلاف. الجامعة نفسها بتقول لك لا أنا ما عنديش شهادات صدرت باسم فلان. على فكرة اللي احنا بنعرضه ده حالة من عشرات الحالات، تخلي بالك اللي احنا بنعرضه ده حالة من عشرات الحالات. طب ايه الوضع دلوقتي؟ وايه الموضوع دلوقتي؟ الموضوع كبير. لما في وزارة اسمها التربية والتعليم يحصل ده من 2004 ومحدش عارف يدخل هذا العش، عش الدبابير، فلازم نحيي اللي دخلوه، سواء الجريء الوكيل الوزارة اللي خد القرار او المتابعين من على رأسهم الأستاذ ناصر اللي لازم نحييه ودخلوا هذا العش، عش الدبابير. هل دي الشهادة الوحيدة؟ لا، بقول لك في عشرات من هذا القبيل. طب ده يمكن قال لك جامعة عين شمس، غيره بقول لك مش عارف الأكاديمية إيه هي الأكاديمية بتاعت المعلمين، جهة منح مؤهل عالي ولا جهة منح دورات تدريبية؟ هل هذه الأكاديمية زيها زي كلية التربية جامعة عين شمس أو جامعة القاهرة أو 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 أو؟ لا، الموضوع مختلف. والشهاده دي ما ينفعش اقول عليها مؤهل عالي ده حتى لو سويتها. طب تخيل انا لسه ما سويتهاش وبقيت وكيل اداره في الحركه الاخيره، وواحد تاني فاسد لسه موجود مدير اداره وفساده بالمستندات وموجود، يبقى لازم نعيد التصحيح. زي ما بنقول الحلوه يا 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 يعني للوزاره، زي ما بنقول الوحشه. احنا بنحيي الوزاره على محاربتها للفساد ووصولها لده،
وتحيه بالاسم اهو للي قاموا بده، سواء الاستاذ خالد حجازي وكيل الوزاره او الاستاذ ناصر من المتابعه بمكتب وكيل الوزاره. الحاله دي وراها عشرات الحالات. يا ترى الفتره اللي جايه ايه اللي هيتم؟ خلينا نترقب ونشوف. وانا اتوقع يعني، وده تحليل، وياما قلنا لكم على التحليلات وطلعت حقيقيه، تفتكروا نطلع من المأزق ده ازاي؟ اللي هم عندهم شهادات مزوره يعني. ايوه، ما تيجي نقدم على معاش مبكر، والدوله فاتحه الموضوع دلوقتي للي عايز يخرج معاش مبكر، فرصه نستر نفسنا ونعدي في الزحمه وناخد معاش، وان الله حليم ستار. تذكروا كلامي هذا، ان المخرج للبعض علشان لا يقع في شبهه التزوير وقضيه التزوير اللي لابسه لابساه، هيعمل طلب معاش مبكر. تذكروا كلامي هذا، وان غدا اللي هو بكره